داخل خلينا نحكي عن موضوع فرنسا. في الشيء اللي له علاقه باداء الرئيس مانويل ماكرون اللي هو اوصل انه حاله الى درجه يشبه يعني الاشخاص اللي هن يعني رجال النظام، او هو يعني يقود نظام وليس جمهوريه. نعم. من هون لانه ابتعد عن الاعتبارات الاقتصاديه الاجتماعيه. شفنا من مدى من 3 سنوات حتى اليوم عدة تحركات بفرنسا رافضة لعدة سياسات اقتصادية اجتماعية أقدم عليها. هذا الموضوع اللي هو أقدم عليه لأنه هو نشأته تربيته يعني هو رجل مال بعيد عن إذا بدنا نقول عن المنطقة هيك شوي اللي فيه إنسانية أو فيه أخذ بعين الاعتبار حق المواطن، يعني هو كتير قاسي كرجل مال. هذا الموضوع انصرف على الساعة على الجانب اللبناني. بالجانب اللبناني طبعا حزب الله عنده حضور على الساحة اللبنانية، أو الثنائي عنده حضور، بينما حزب الله عنده امتداد أكثر يعني على خط الممانعة. كذلك سليمان الفرنجي واحد من يعتبر أصدقاء فرنسا، يعني هن بمفهومهم فاتوا بهذا الخط بهذا المحور يعني بهذا الترشيح باندفاع بدون ما ياخذوا بعين الاعتبار الواقع اللبناني وردات الفعل التي بينت يعني بالجلسة النيابية الأخيرة لانتخاب رئيس. من هون الرئيس ماكرون دائما عم بحط قدامه يعني النتائج المالية اللي فرضت بفرنسا هذا الواقع. يعني المشكل هو فجر مثل 17 تشرين عندنا بلبنان، صار في إجراء بموضوع الواتساب، انفجر الوضع لأنه كانت الناس يعني معبية وعندها ما يقولوا محقونة. نعم. كمان بفرنسا في مغتربين ما بدنا نسمي جنسيات تمنسي لهم، وهن كمان مشاغبين، الا انه كمان في احتقان من تصرفاته. هذا الموضوع يعني عم نحكي توصيف عام. هذا عم برجع اقوله، هذا الموضوع انسحب على لبنان انه تحت شعار انا بدي امن مصالح فرنسا الماليه بلبنان. نعم. التجاريه بلبنان او على مدى الاقليم، اندفع باتجاه تبني ترشح الثنائي. من هون بس اجى الموفد الفرنسي يعني بعد الجلسة الأخيرة شافوا النتيجة أنه مش مثل ما متوقعين الفرنسيين، كمان حكى معهم دوليا أنه أنتم تأخرتوا كتير بلبنان، أخذتوا فرصة مش عم توصلوا لنتيجة. الوضع بلبنان عنده خصوصية وبلد معقد ومركب، بدكم تتعاطوا معه بغير طريقة. بعد موفد لودريون وكان من أول التوصيات أنه عدم استفزاز حزب الله أو الثنائي، وأنه نشوف بلبنان شو بينعمل. هلأ شو بده ينعمل بلبنان اليوم؟ عمل استطلاع، حكي مع كل الفرقاء. الفرنسيين انطلقوا من قاعدة اسمها انه العد ما بيعطي نتيجة، يعني ان كان جاب الرئيس 65 او جاب 70، ان كان اي فريق جاب 70 او تحت ال 65 عملوا مين جاب سكور اكثر، بقناعة الفرنسيين انه البلد بلبنان بده تسوية. اعتبروا هن انه ممكن قبل تركب على قياس المرشح سليمان الفرنجي، اليوم ما مش الحال. بهذا الوقت كمان اجاهم ضغط دول لانه انتم اخذتوا وقتكم بلبنان وما وصلتوا الى نتيجة، فاذا ما فينا نكمل هيك، البلد عم يحترق، البلد عم بتفكك. اجا بمبادرة جديدة استلحائية بسموها، بس هالمرة اجوا بطريقة مختلفة عن السابق. كانوا الفرنسيين يجوا بعد ما خلص عهد الرئيس إميل لحود وبعد ما خلص عهد الرئيس ميشيل سليمان، كانوا يجوا على لبنان على قاعدة انه في اسماء مطروحة ويسألوا هالقوى السياسية انتم مين ما بدكم. اليوم رايح الاتجاه انه انتم شو بدكم تعملوا مين بدكم، يعني يحكوا باسماء معهم اسماء. هن كان في معهم اسماء 4 5 اسماء انه هودي ممكن انه نطرحهم، بس انما كانوا عم يسالوا كيف الحل. نعم. تبين لهم انه الحل مسكر، في ناس رافضه سليمان الفرنجيه. نعم. وفي ناس متمسكه بسليمان الفرنجيه، مشان هيك لورديون رح يعمل جوله ويوصل لطريق مسدود عدوقة، رح يبلش الزخم الدولي الأقوى باتجاه إنتاج رئيس الجمهورية. شو يعني رح يبلش الزخم الدولي الأقوى؟ يعني لا لأنه نحن كان لودريان قايل أنه هو لن يكتفي فقط بجولة لبنانية، بده يروح يشوف السعوديين والقطريين على اعتبار أنه في لجنة خماسية هي لها دور كبير بموضوع الرئيس اللبناني. نعم. بطبيعة الحال هل حصل هذا الموضوع؟ عم ينحكى أنه اتصالات بدأت تنعمل قبل. لودريان وحده ما قادر يعمل الحل. وقت قعدوا بالدوحة كانت كل القوى السياسية موجودة، وكان في 14 و8، يعني قوى من 14 قدر قوى من 8 قدر. قاموا حكيوا
عفوا انه رئيس ميشيل سليمان عماد ميشيل سليمان سيكون قائد جيش، واتفقوا حتى على الوزاره، وصلوا لمحل مدام جوزفين انه بالدائره الثانيه ببيروت ما بترشح حدا ضد نهاد المشنوق وهاني قبيسه واثنين مرشحين عن الالمان، يعني وصلوا لكل التفاهمات. وهذا كان في الدوحه عم ترعى الاتفاق بغطاء سعودي بدعم امريكي، يعني بمعنى 11 دوله كانت قائمه. اليوم الاردنيون وحده مش قادر يعمل هذه التفاهمات، بده يحكي برئيس جمهوريته، بدهم يحكوا برئيس حكومه، عم نحكي لانه البلد هو على الطاوله الخارجيه بدون ما نسجل مواقف سياديه. نعم. فاذا مش قادر يوصل لمحل، هو رح يوصل لمحل مسكر، يعني رح يوصل لحل، رح يوصل لمحل مسكر، رح تنطلب منه الدول الخمسه انه تتحرك يعني المبادرات. هون في ترقب. نعم. كيف سيكون موقف الامريكي والموقف السعودي على ضوء تحفيزهم هن لا يعني او تسليمهم بدور قطر السابق على الساحه اللبنانيه. هون بدنا نرجع فاذا ننطر انه رايحين نحو حركه جديده بدها تبلش بهذه المرحله. اوكي، ناطرين السعودي والامريكي. اليوم دوروثي شي السفيرة الأمريكية في لبنان لما كانت بعدها بواشنطن بانتهاء ولايتها هون بلبنان قبل ما توصل ليزا جونسون السفيرة الجديدة، كان في لها كلمة ملفتة جدا، قعدت فيها رسم إذا بدك مواصفات الرئيس، وقعدت فيها التذكير ببيان نيويورك بنيويورك بيان نيويورك الشهير بأيلول الماضي بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة العربية السعودية. أنا اليوم يعني حتى دغري نروح مباشرة على صلب الموضوع، أنه واضح أنه لا موافقة دولية على سليمان فرنجي، وإلا كان طلع رئيس. طيب اليوم في حدا بده يحكي مع حزب الله، يعني حزب الله هو شريك أساسي بصناعة رئيس الجمهورية، في حدا بده يحكي معه. هل بدأت مرحلة الكلام مع حزب الله؟ الكلام مع حزب الله موجود، فرنسيين عم يحكوا مع حزب الله باستمرار، وان كان متبنيين مرشح يعني الحزب او مرشح الثنائي تبع غيب الرئيس نبيل، يعني مرشح الثنائي. نعم. كذلك انه رح يوصلوا لوقت انه تتفعل الحركه، بس كمان قبل القطريين اللي اجوا على لبنان بتفاهم او بغطاء سعودي عملوا اتصالات وحكوا مع الحزب، وصلوا يحكوا بمرشحين. نعم. يعني بمرحله اولى قبل ما يعني قلنا شهر ونص ما عدوا تحركوا، هي لانه قبل اجتماع جامعة الدول العربية كان مفترض بعض منا يجي الوفد القطري، طلع البيان مقتضب 3-4 قصه هيك اسطر، ما فيه حل يعني ما فيه وضوح اكثر انه عن لبنان ومصلحه لبنان ومستقبل لبنان. بس بهيك المرحله اللقاءات القطريه حسب المعلومات تناولت الكلام عن عماد جوزيف عون، لانه القطريين انطلقوا من محل انه نوصل لحل، انه سليمان الفرنجي مش ممكن يصير في تفاهم عليه، سمعوا الفرقاء. كل محل يفتحوا الموضوع اللي هو مناسب مع الشخص اللي بدهم يحكوا معه، يعني مع استاذ جبران باسيل طرحوا موضوع عماد جوزيف عون كان رفض طبعا. مع الثنائي بينن هن ولمسوا، عم نحكي معلومات انه مش مسكره مثل ما ما بينحكى بالراي العام، انه موضوع العماد جوزيف عون انه هيدا ستيب بينحكى فيها، بس هلا بعدنا قدام مرشح اسمه سليمان فرنجي هو مرشحنا.